عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. نحييكم مع أول نشرة إخبارية لهذا العام الجديد. ويسر مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين فيه أن يتقدم بأحر التهاني وأجمل الأمنيات بالعيد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة، طارعين إلى الله تعالى أن يكون هذا العام عام خير وسلام، وأن يزيل عن بلادنا وأوطاننا الغمة والوباء، وأن تظل نورسات نوراً يشع الكلمة الطيبة والخبر الصادق الذي يحمل المحبة والسلام والطلاق للعالم أجمع. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يتأمل بصلاة الشكر ذات الأبعاد الرحبة التي تقربنا من الله. جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد يهنئون المسيحيين بالأعياد المجيدة. رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يلتقي رؤساء الكنائس ويهنئهم بعيد الميلاد. المسلمون في الأردن يتبادلون التهاني مع إخوتهم المسيحيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تزامناً مع العيد المجيد قداديس إلهية بمختلف الكنائس المحلية. وفي نشرتنا أيضاً المسيح نهاية عصر وبداية عصر جديد في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوعي الموجه إلى المؤمنين الناطقين في اللغة العربية في صلاة الشكر من خلال حادثة شفاء 10 برص، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، ويتمنون لكم أيضاً سنة جديدة سعيدة. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة الشكر من خلال حادثة شفاء 10 برص، قال: بينما كان يسوع في طريقه جاء 10 برص للقائه وتوسلوا إليه ليشفيهم. لم يقل لهم شيئاً، بل أصغى إلى صلاتهم وصراخهم وأرسلهم في الحال إلى الكهنة، وفي أثناء ذهابهم شفوا جميعهم، لكن واحداً فقط عاد إلى يسوع قبل أن يذهب إلى الكهنة ليشكره ويحمد الله على نعمة الشفاء التي نالها. كان سامرياً وغريباً بالنسبة لليهود، هو الذي عاد ليشكر. يقول قداسة البابا: هذا الحدث يقسم العالم إلى قسمين، من يشكر ومن لا يشكر، مع أن كل حدث وكل احتياج في حياتنا يمكن أن يكون سبباً للشكر على كل نعمة أعطيت لنا حتى قبل أن نطلبها. وكلمة الشكر هذه التي يشارك فيها المسيحيون مع الجميع في اللقاء مع يسوع تتخذ أبعاداً وحجماً أرحب. في الواقع تشهد الأناجيل على أن يسوع غالباً ما أثار الفرح مع الشكر والحمد لله في الذين قابلوه، كما حدث مع الأبرص الذي عاد بعد شفائه ليشكر وليفرح بلقائه مع يسوع، لأنه تيقن أنه التقى إنساناً يحبه. ونحن أيضاً مدعوون أن نشكر وأن نشارك في فرح اللقاء مع يسوع، فلنحاول أن نبقى دائماً في هذا الفرح، لأنه إذا كنا في المسيح فلا خطيئة ولا تهديد يمكن أن يمنعنا أبداً من أن نواصل مسيرتنا بفرح مع رفقائنا على الطريق. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. La strada della felicità è quella che San Paolo ha descritto alla fine di una delle sue lettere. Pregate ininterrottamente, ogni cosa rendete grazie.
Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Auguro a tutti un felice anno nuovo. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. إن طريق السعادة هو ما وصفه القديس بولس في نهاية إحدى رسائله: لا تكفوا عن الصلاة، أشكر على كل حال، فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع، لا تخمدوا الروح. أتمنى لكم جميعا سنة جديدة سعيدة. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الإخوة والأخوات المسيحيين في الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة. وتمنى جلالته خلال لقائه مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية أن يكون العام الجديد عام خير على الجميع. من جانبه قال سمو ولي العهد خلال اللقاء: إنه وبرغم كل التحديات التي أمامكم، نحيي صمودكم وحفاظكم على المقدسات وقلوبنا دائما معكم. منوها إلى حديث جلالة الملك بأن رعاية المقدسات في القدس هي واجب ديني. من جهتهم جدد المتحدثون تأكيدهم على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيدين بمواقف جلالة الملك في الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها وجهوده في تعزيز قيم العيش المشترك. وشارك في اللقاء الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي كل من غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردنية وفلسطين، والبطريرك بيير باتيستيا باتسبالا بطريرك اللاتيني في القدس، ومدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى فضيلة الشيخ محمد عزام الخطيب، ومن رؤساء وممثلي الكنائس الأردنية كل من المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس، والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتين، والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، والمونسنيور غازي خوري عن الكنيسة المارونية، والقمص أنطونيوس حنة عن كنيسة الأقباط، والأب بنيامين شمعون عن كنيسة السريان الأرثوذكس، والقس الكانون فائق حداد عن كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية، والقس عماد حداد عن الكنيسة اللوثرية. كما هنأ جلالة الملك رانيا العبد الله المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت في تغريدة عبر تويتر: بمناسبة عيد الميلاد المجيد نتمنى لكم ولعائلاتكم كل المحبة والعافية. وتعبيرا عن وحدتنا الوطنية والعيش المشترك، زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مطرانية الروم الكاثوليك في عمان، وهنأ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وحلول رأس السنة الميلادية. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الكنائس المحلية وبحضور مجموعة من الوزراء أننا نعيش معا مسلمين ومسيحيين في هذا الوطن الذي تنصهر فيه كل قيم المواطنة الحقة والتآلف والمحبة بين جميع مكوناته الدينية والحضارية والثقافية والإنسانية، متمنيا للمسيحيين أعيادا مجيدة وسعيدة في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. أنتم قامات، لستم قامات مسيحية، أنتم قامات وطنية أردنية كما شأن الكثير من القامات والعلماء المسلمين الأجلاء في هذا الوطن الذين يبادلونكم حبا بحب وتقديرا بتقدير واعتزاز باعتزاز وحرص بحرص، وكلنا وأثبتتم مرارا وتكرارا كما أثبت أقرانكم شركاء الوطن وشركائكم في هذا الوطن بأنهم يستلهمون دوما ويستحضرون قيم الانصهار التي جمعتنا على امتداد عمر 100 عام الأولى من دولتنا الزاهرة التي تتوثب الآن للدخول في مئويتها الثانية بإذن الله. في هذه الأيام العصيبة المكتوية بجمر جائحة كورونا والأزمات الأخرى التي تعصف بالمنطقة، نحن بأمس الحاجة أن نكون إلى جانب بعضنا البعض، متحابين ومتضامنين ومتآلفين ومتكافلين على الخير. كما هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المسيحيين في المملكة بهذه المناسبة المجيدة، وقال في تصريح صحفي: إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة
نشكل انموذجاً في العيش المشترك بين مختلف مكوناتنا الاجتماعية والدينية، ولم نكن يوماً إلا أسرة واحدة يجمعنا المصير والهدف الواحد، وجميعنا ساهم في نهضة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإعلاء شأنه، ليبقى منارة مضيئة ووطن العزة والحرية والكرامة. ومن جانبه هنأ رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات المسيحيين في المملكة متمنياً لهم عام محبة وسلام، وكتب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أطيب الأمنيات لإخوتنا المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة وشعبنا ومليكنا بألف خير، وأن يبقى الأردن على الدوام وطن المحبة والوئام والسلام والطمأنينة. كما هنأ وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال عبر تويتر: أطيب التهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وللأردنيين جميعاً بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا وعلى قيادتنا الهاشمية الحكيمة وشعبنا الطيب المعطاء بالخير والصحة والعافية والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير. هذا وشارك الأردنيون المسيحيون شعوب العالم بعيد الميلاد المجيد، حيث استذكروا بهذه المناسبة مبادئ ومعاني الميلاد ورسالة السيد المسيح الداعية إلى السلام. وقد جاءت احتفالات هذا العام بعيد الميلاد المجيد وسط فرحة غير مكتملة بسبب ما فرضته جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات حفاظاً على صحة المواطنين وحمايتهم من الوباء. ترأس سيادة مطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي للأحد الحادي عشر من لوقا بمشاركة قدس الأيكونوموس سوتيريوس هلسيك في كنيسة تجلي المخلص البلد بحضور عدد من أبناء الرعية. وأشار سيادته في عظة القداس إلى أن الكثيرين ينشغلون بالاهتمامات الدنيوية، وهذا ما نراه في واقعنا ومجتمعاتنا. وفي ختام عظته أكد سيادته على ضرورة أن نذهب للعام الجديد ونحن متصالحون مع ذواتنا ومتزينون بالتوبة التي بها نفرح قلب صاحب العيد، راجين أن تحمل معها كل بركة ونعمة من لدن الرب والشفاء والصحة للعالم أجمع. كتير برات منقع بفخ، منا نهتم بشغلنا، منا نهتم ببيتنا، منا نهتم بأولادنا، منا نهتم بزوجنا، منا نهتم بزوجتنا، منا نهتم بالعشيرة، منا نهتم بالأقارب، منا نهتم ومنا نهتم، وكويس منعمل إنه منهتم، لازم منهتم، ولكن في أولوية، والأولوية هي لله. إنجيل اليوم بحطنا أمام هاي الأولوية. كتير مهم نحن روحياً وحتى نفسياً أبنائي إنه كل واحد فينا يحدد أولوية حياته، وطوبى للإنسان اللي أولويته بيكون الله يسوع المسيح. هاي الأولوية هي اللي لازم تكون بصدارة كل اهتماماتنا، لأنه بوجود هاي الأولوية يعني بوجود الله كل إشي بتقدس، كل إشي بدخل في الأبدية، وكل إشي بنعطى قيمته الحقيقية وحجمه الحقيقي. هذا شيء كتير مهم حتى نعمل توازن في حياتنا هون ونكنز كنوز إلنا في الحياة الأبدية، إنه يكون في عنا هاي النظرة لكل شيء حوالينا. عشان هيك قديش مهم هاي الدعوة إنه كل واحد فينا يراجع ذاته اليوم، ونحن منعيش أجواء الميلاد المجيد ومنستعد لهذا الحدث العظيم والكبير اللي هو تجسد الإله. وفي ظل الأحوال السائدة بسبب جائحة كورونا وتجسيداً لأواصر المحبة بين أبناء الشعب الأردني الواحد مسلمين ومسيحيين، تبادل المواطنون في مختلف محافظات المملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التهاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مما عكس مدى عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع الواحد.
كما أقيمت في مختلف كنائس المملكة قداديس إلهية رفعت فيها الصلوات والطلبات بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع، مع التمنيات بزوال الجائحة وأن يعيش الناس بصحة وعافية، حيث رصد فريق نورسات أجواء العيد في عدة رعاية في العاصمة عمان. فإلى هناك. بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قدم الأب نبيل حداد حلقة خاصة في برنامج عين على المشرق، أشار فيها إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ليس للمسيحيين فقط، بل هو عيد وطني يشارك به المسلمون إخوتهم المسيحيين، لا سيما ونحن في بلد يشهد لنا العالم أجمع تميزه بالوئام والمحبة والعيش المشترك، كما ينفرد عن غيره بالتآخي الذي قل نظيره في كل الدول والمجتمعات. واستشهد الأب حداد بعدد من الشخصيات الاعتبارية في المملكة من خلال مقابلات مصورة معهم. فإلى هناك. أحبتنا متابعي عين على المشرق، على شاشة نورسات الأردن ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي نمد أيدينا
للمصافحة وللتحية وللتهنئة، فسلام ميلادي عليكم. نعيش هذه الأيام فرحة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، وفي هذه المناسبة فإنني أتقدم بالتهنئة والتبريك من كافة أخوتنا المسيحيين في مملكتنا الحبيبة، وندعو الله أن يعيدها علينا وبلدنا ينعم بالخير والأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. إننا نفخر في الأردن بأن أكرمنا الله بقيادة هاشمية كرست جهدها على الدوام من أجل العمل على نشر ثقافة العيش المشترك وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة والدعوة إلى احترام الأديان ونبذ العنف والتطرف، فجعلت من الأردن عنوانا لأخوة إنسانية. لهذا فإننا في الأردن مثلنا الصيغة الأنموذج في التآخي بين المسلمين والمسيحيين، فجميعنا نعيش بروحية التعاون والمحبة والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية، وما حققناه في هذا المجال يعد إرثا ومنجزا حضاريا أردنيا هاشميا بامتياز. إننا في الأردن مسلمين ومسيحيين، أسرة واحدة وأصحاب هذه الأرض الطاهرة، وسنبقى نواجه التحديات معا ونتطلع إلى الغد المشرق من أجل نهضتنا وعزتنا ومستقبلنا. لهذا فإن عيشنا المشترك خط أحمر نرفض المساس فيه. فكل عام وقائدنا بخير وشعبنا بخير ووطننا بخير. في هذه الحقبة من الزمن وهي قدوم الأعياد المجيدة علينا، أتقدم من إخواني وأخواتي وأهلنا مسيحيي المملكة الأردنية الهاشمية والعالم العربي وأينما تواجدوا، فمن عمان آل هاشم أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيدنا المجيد، وكل عام أيضا وأنتم بألف خير. وأنا في نقطة الآن حيث يوجد مسجد الملك المؤسس على يميني ويعتنق الكنيسة التي أمامه، فهذا هو الأردن، هذا هو التراحم والتلاحم الديني في المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نلتقي في العام القادم وتكون الظروف أفضل ونجتمع بدلا عن التباعد الذي تفرضه علينا هذه الجائحة. أتقدم بالتهنئة من إخواننا وأهلنا وكافة الطوائف المسيحية في أردننا الغالي بالتهنئة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وإن شاء الله أنه الله يعيده علينا وعلى هذا الوطن وعلى كل أبناء هذا البلد بالخير إن شاء الله والبركة بإذن الله تعالى. هذا البلد يمثل رمزا من رموز التعايش والتآخي والمحبة التي تجمعنا، وهذا هو يشكل أحد عناصر قوة الدولة الأردنية في مواجهة كل الأخطار التي تحيط بها. مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله أن يعيد علينا وأردننا ينعم بالخير والسلام والأمن والاستقرار. من عمان نرسل رسالة حب إلى كل أهلنا، إلى كل إخوتنا، وهذه تحية وتهنئة معكم ولكم وبكم ومنكم، أنقلها أيضا إلى إخوتنا المسلمين بدءا بقائد البلاد الذي صافحنا جميعا وعايدنا جميعا وهنأنا جميعا، هو وولي عهده وأجهزته الأمنية، هؤلاء الجند الذين حرصوا على أن يكونوا معنا لأنهم أحبوا الوطن وأحبوا السيد المسيح وأحبوا السماء. نهنئ ونبارك، وإلى لقاء قريب معكم. المجد لله في العلا وعلى الأرض، أرضنا نحن أيضا وبالأخص في هذا الوطن، السلام وفي الناس المسرة. كل عام وأنتم بخير. تلقي جائحة كورونا ظلالها على احتفالات العالم بعيد الميلاد المجيد،
وخاصة على احتفال كنيسة مهد السيد المسيح، لتقتصر المراسم هذا العام على شعائر دينية مع بعد اجتماعي لحفظ السلامة العامة والوقاية من أخطار الجائحة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. من هذا المكان المقدس ومن مغارة المهد في بيت لحم حكاية ولادة ملك الملوك له المجد. من هذا المكان المقدس تبدأ احتفالات الأعياد الميلادية المجيدة. فاستقبلت مدينة بيت لحم موكب غبطة البطريرك بيير باتيستا بتصبلة وإذانا ببدء الاحتفال بقداس منتصف الليل، حيث كان الاستقبال الرسمي حسب البروتوكول والاستاتيكو المعتاد في مدينة بيت لحم. عرضت خلال الاستقبال عدة معزوفات كشفية في شوارع بيت لحم بمشاركة المجموعات الكشفية وبتنظيم من كشافة نسور المهد تيرا سانتا وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية. وأشارت بلدية بيت لحم بأنه لم يتم أي فعالية هذا العام وخصوصا في ساحة المهد بسبب جائحة كورونا، سوى استقبال غبطة البطريرك بيير باتيستا من قبل المسؤولين ورؤساء البلديات والمحافظ والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية. وبعد الاستقبال تم دخول غبطته إلى كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم وإقامة صلاة والتطواف داخل الكنيسة والتي تسبق قداس منتصف الليل. أجمل بطاقة معايدة من أمام كنيسة المهد وبالتحديد من ساحة المهد بيت لحم لجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. أكد مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان أهمية المواقع الأثرية الدينية في الأردن التي تحتوي على كنائس أثرية بالغة الأهمية. وقال خلال لقائه رئيس مجلس رؤساء الكنائس في المملكة المطران خريستوفوروس عطلة إن الأردن وبسبب موقعه وسط قارات العالم القديم جعله يحوي نحو 100,000 موقع أثري، منها جبل نيبو والمغطس ومكاور ومار الياس، وهي معتمدة للحج المسيحي ويزورها السياح والزوار بشكل دائم لما لها من قيمة إنسانية وثقافية ودينية استثنائية. من جهته عبر المطران خريستوفوروس عن شكره للدائرة على جهودها في حماية المواقع الأثرية وصيانتها وديمومتها، مؤكدا أن الأردن يعد بلدا أنموذجا في الأمن والأمان والعيش المشترك والتسامح الديني، مشيرا إلى دوره الكبير في الحفاظ على المواقع الأثرية المسيحية والإسلامية ورعايتها. المسيح نهاية عصر وبداية عصر جديد كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شراحة، وقد خص الحلقة الأب فرح الجزين بمقاربة كتابية بين ما قبل المسيح وما بعد المسيح وكيف تجدد وجه الأرض. فإلى هنا، الميلاد هاي السنة كان القلب قريب من الله أكثر وأكثر، مع أنه بعاد عن الكنيسة كجسدياً، لكن كنا أقرب لربنا بهذا الميلاد. هذا أنا يعني كان شعوري ورأيي، ما بعرف الناس إذا هي بتشاركني بهذا الرأي أو حست فيه. نعم، طلعت المخزون اللي عندي خلال هذه الفترة، فإن شاء الله إنكم أنتوا كمان طلعتوا المخزون اللي عندكم. في ناس ممكن لقت حالها إنه ما عندها مخزون وحزنت كتير، لكن في بضل الأمل
موجود أيام الجاية، تخزنوا روحياً هالذخيرة الموجودة، تكبروها أكثر وأكثر حتى تستعملوها عند الحاجة، وحتى تكون موجودة كمان تستفيدوا منها عند الحاجة، لأنه بذرة الخير هي اللي بتضل بالنهاية. اليقين هي المعلومة الصادقة المثبتة نتائجها. يعني إحنا كمسيحية بنقول اليقين الحق والحياة هو في كلمة يسوع المسيح، يعني بالإنجيل. هلا كيف أنت بتعيشه؟ كيف بصير في عندك الهستري، بصير في عندك تراكميات اللي هي بتخول، يعني بصير الإنسان بتقدم العمر بشوف، تتذكر لما بكيت وسكرت الدنيا بوجهي، تتذكر لما كذا، كيف ربنا فتح لي باب من هناك، طب اليوم أنا معاشي راح، اليوم ما في شغل، اليوم ما في حرق، ما في كذا، طب ما أقول لي مشى في عبر في البحر هات كله، بدي تركني هون عند البحيرة الصغيرة. فاللي عنده ثقة ببطل يخاف، بيصير عنده يقضي على الشك باليقين، الظلام زي ما حكى أبونا فرح بالشمس. نعم. يعني وكل زي ما حكى الشاعر أبو القاسم لما يقول لك أنه لا بد للليل أن ينجلي، لما كان الاستعمار في الجزائر 100 سنة. فهي الشغلة بطول الأنات، هي الشغلة بالصبر، وزي ما حكينا بداية الموضوع هي بالتكيف، ولكن اليقين هو دائما اللي بيقضي على الشك. هات أصبعك وضعه في يدي كي تكون خلاص، تحط إيدك على اليقين. أبونا اليوم نحن طبعا في حلقتنا الأخيرة من عام 2020 مع ميلاد السيد المسيح، نود أن نتحدث عن العهد الجديد، المسيح عندما جاء، بداية عهد ونهاية عهد، فلاهوتيا تخبرنا ما معنى هذا المفهوم. ببدأ بكلمة القديس بولس لأهل غلاطية، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. إن العالم بميلاد السيد المسيح قد بدأ عصرا جديدا، وأصبح هذا الميلاد المجيد فاصلا بين زمنين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. والآن سنتحدث في نقطتين، النقطة الأولى ميلاد السيد المسيح نهاية عصر قديم وبداية عصر جديد، والنقطة الثانية العصر الجديد هو عصر مشاهدة وجه الله. يوم الميلاد هذا الذي كان في ليلة حالكة الظلام صار فجر العالم الجديد الذي أشرقت فيه الشمس البر التي لا تغيب ولن تغيب. قال القديس أغسطينوس: ولد المسيح ليلا لكي يجعل من ليلك الطويل نهارا. فيوم ميلاد الرب في 3 نقاط هو يوم فاصل. النقطة الأولى هو اليوم الفاصل بين الزمن الذي يصنعه الإنسان والزمن الذي صنعه الرب. هو اليوم الذي قال عنه المزمور 118: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به. هو يوم صنعه الرب لخلاص البشر، هو يوم انفتحت فيه الأبدية على الزمن، فصار هذا اليوم هو يوم تغسل فيه كل همومنا وأحزاننا وألامنا. وهذا ما تحقق في نبوة أشعياء النبي، بأن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا، أي بعد الغربة والبعد والخوف أصبح الله رفيقا صديقا محبا للإنسان بلا حدود. قال الملاك للرعاة: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. والقديس بولس يؤكد بأن المصالحة بين الله والناس قد تمت في المسيح المتجسد المولود في يوم الميلاد. وأنتم الذين كنتم أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسمه البشرية. كنا أمواتا بخطايانا فأحيانا بموته وقيامته من خطايانا. وهذا ما قاله الملاك عن العذراء للقديس يوسف، بأنها ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسمه يعبر عن وظيفته، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد يهنئون المسيحيين بالأعياد المجيدة.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يلتقي رؤساء الكنائس ويهنئهم بعيد الميلاد. المسلمون في الأردن يتبادلون التهاني مع إخوتهم المسيحيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تزامناً مع العيد المجيد قداديس إلهية بمختلف الكنائس المحلية. إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى نهاية نشرتنا، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.